مدمن سابق وناشط في جمعية العناية الصحية ومركز إسكال، يعمل إلي ضو يومياً مع المدمنين، إذ إنه يعي تماماً أوجاعهم. نحن هلأ متوجهين على الشارع حتى نفتش على الفئة اللي بتعطي مخدرات بوسط الحقن، حتى نشتغل معهم ونشوف شو حاجاتهم. نحن الآن تحت جسر برج حمود، إحدى ضواحي العاصمة بيروت. يلتقي إلي في هذا المكان عدداً من الشبان اللبنانيين من مختلف الطبقات الاجتماعية والانتماءات السياسية والطائفية. يجمعهم الإدمان على المخدرات. بيعدي؟ الهيباتيتس سي بيعدي بالحقن، بس لما بعتقد لما يصير نوت ما بقى بعود بيأذي بالعالم. أنا هاي قصدي من بعد ما هيدول الحكيم رح بيعطيني شخص حيبعدك عن الحكيم. هذا الحكيم اكيد عنده معلومات اكبر مني بكثير، انا عندي رؤوس اقلام. احد هؤلاء الشباب يرفض ان يظهر نفسه او اسمه خوفا ربما او حياء. هو يعلم تماما خطوره تعاطي المخدرات، لكنه لم يتمكن من التوقف عن الادمان. يعني انا بلشت اقلب المخدرات وقت لقيت حالي عمرو على مدرستي صباطي مخزوق وانا الاول بالصف. من مال بفتخر انه انا اوكي انا الاول بالصف ويا ارضي اشتدي ما حدا قدي وانا كتير شاطر. من مال بتطلع بحالي اهلي هون يعطوني لف صندوش لحتى اروح فيها على المدرسه. كانوا عايشين بمرحله الحرب، فالاهل ما كانوا قراب من الولاد، عايشين بجو عنف وميليشيات واحزاب. ما حسيت انه في حدا بيحبني، يمكن لو بي اخذني كصديق انا وصغير ما كنت علاقة بمخدرات، ما كنت وصلت لهون. الحقوق الصحية للمدمنين هي أحد اهتمامات جمعية العناية الصحية. يرافق إيلي في هذه المهمة ممرض متطوع في الجمعية، يجيب عن أسئلة المدمنين ويوزع عليهم حقناً معقمة وأساليب وقاية تجنباً لانتقال الأمراض فيما بينهم. عم نعمل تست لنعرف إذا في عندك مرض السيدة أو لا. ما بيبين التست، ما بينعرف لبعد 6 أشهر. نعم مزبوط. بده تقريبا كذا شهر بجسم الانسان ليتحول للمرض وليبين بالفحص الدم تبعه. بتحب تعمل هالتست ولا حسب راحتك؟ اكيد بضل بعرف اذا معي ولا. اوكي شك صغيره مثل ما قلت لك. قد ايه بده وقت قلت لي لحتى يبين؟ تقريبا بين 10 دقائق وربع ساعه. اوكي بكون هالوقت انه عم بسالك كم سؤال. 80 ميدانيا تدربوا على توعيه 5000 شخص للحد من مخاطر الادمان، كما يستقبل مركز اسكال التابع لجمعية العناية الصحية عدداً من المدمنين ويؤمن لهم المأكل والمشورة الصحية والنفسية وحتى النصائح القانونية إذا لزم الأمر. حينها تتعزز الثقة عند المدمن، ما يحثه على تغيير سلوكياته وربما التخلص يوماً من الإدمان. إحصائيات العالمية على مر السنوات بيّنت أنه يلي بيصير مدمن فعلاً في نسبة ما بتزيد عن 30 أو 33% اللي بيقدروا يرجعوا يظهروا من الإدمان. من هون اجت الاستراتيجية الحد من مخاطر استخدام المخدرات. يعني لما أنا عندي نسبة 70% ما رح يبطلوا مدمنين، أنا بدي أشوف كيف بدي أعمل لحتى أحمي هؤلاء الناس ولحتى ما يتفاقم هذا المرض المزمن بجسمه. جزء كبير من مشكلة هؤلاء الشباب أن التحدث في موضوع الإدمان على المخدرات هو من المحرمات في المجتمع اللبناني، لا بل يعتبر المدمن عيباً على عائلته ومحيطه، مما يدفع الناس إلى نبذه وتهميشه. لذلك يصعب الحصول على أرقام وأحصاءات دقيقة لعدد المدمنين في لبنان. من يومين عم قلها لستي أنه أنا وبي متزعلين بدي أنزل نام عندي. أنا قلت لها لأمي لا وقعد خليه يجي لعندي عم يتعاطى بلكي قتلني. ليه أنا مجرم؟ ماني مجرم يا خي، أنا عم تعاطى وقعد بمصيبة. جزء أساسي من ارتفاع يعني نسبة تعاطي الإدمان هو يعني التعامل مع الموضوع كأنه محظور، كأنه تابو. يعني إذا اليوم الولد هو عم بينمى الأهل مش محضرينه لحتى يواجه النوع من الإغراءات والعروضات بالمجتمع، هيدا رح يخليه يشوف إذا شايف قاعد بمجموعة في أصحاب لقلو عم بيدخنوا حشيشة أو عم تعطوا مخدرات، شايفه عادي يعني ممكن يروح على. إلى جانب جهود المجتمع المدني يبرز دور المؤسسات الحكومية، ففي مكتب مكافحة المخدرات التابع لقوى الأمن الداخلي
تكثر ملفات المدمنين وقضاياهم. إنتاج المخدرات أو التجارة بالمخدرات والعقوبات ووضع عقوبات مشددة جدا تجاه هؤلاء الأشخاص بحيث تصل إلى الأشغال الشقة المؤبدة وأحيانا قد تصل إلى الإعدام. أما بالنسبة لطاعات المخدرات فجعلها عقوبة جناحية الوصف، بمعنى أن يعاقب عليها من شهرين إلى 3 سنوات. أغلبية الأشخاص اللي بيتعاطوا ممكن يكون معه كمية صغيرة هو رح بيبيعها حتى يقدر يأمن لحاله حاجته الأساسية. ببعض الأحيان التحقيق مع الأشخاص المدمنين بصير بشكل كتير ضاغط. نؤمن بأن التحقيق هو مقارعة فكرية علمية يمكن للمحقق من خلال استعمال كافة الوسائل المشروعة المتاحة له لإثبات حقيقة حصول الجريمة. شاطر الدورة تكنش الشباب، تخبطهم تكسرهم تزتهم بالحبس، بفوت بيتعاطى بيطلع تاجر وحرامي وسراء ومغتصب، بيتعرف على كل الأمور السيئة بقلب الحبس. بيكون يعني أنا فتت الحبس من وراء سيجارة حشيش أول مرة، طلعت مبلي بالإيروين. صدر قانون بشهر أدار سنة 98 رقم 673-98. هالقانون بيعتبر أنه المدمن مريض وليس مجرم، بيعطيه حق العلاج السري والمجاني، ولكن نحن نطمح حتى لتعديل هذا القانون الموجود هلا، لأنه بعده بخلفيته إذا بتقريه يتعامل مع المدمن وكأنه عامل شيء جريمة. المجتمع المدني يتحرك من جهة، والقانون يحرز تقدما من جهة أخرى، ومع ذلك تبقى هذه الجهود غير كافية في الحد من انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع اللبناني الشاب. لازم نحن نعملها مثل نجرب قد ما فينا، الدولة الوزارات بين بعضها وغير دولة بالجمعيات نتساعد كلنا سوا كرمال نوضع سياسة عامة. أما نتبنى نحن السياسة كيف بدنا نتعامل مع الموضوع. في لبنان حرية تعبير وحياة عصرية منفتحة تجعل كل وسائل التسلية في متناول الشباب، لكنها في المقابل تحرم عليهم النقاش السليم أو المعرفة في العديد من المسائل الأساسية، منها قضية تعاطي المخدرات. في عالم بيعملوك غير لأنه أنت recovering addict، يعني في عالم ما بتحب تكون حواليك لأنه إنه تحطي لهم limits حتى لو أنت ما عم تطلبي منهم. في عالم إذا بدك ما بتحب تصاحبك، بينفروا مني كلهم خلاص، ما صار علي مثل وصمة عار. مدمن مدمن يعني زبالة، جونكي يعني تفهم هيك تعمل. يعني كنت دايما أحس إنه أنا إنسان منيح حتى لو أنا كنت addicted، بس أكيد في قصص أكيد تندم عليها.